السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا في هذه الفقرة الشبابية، فقرة المشاريع الشبابية المميزة اللي ندعم ونسلط الضوء كذلك على هذه المشاريع الوطنية الواعدة. نحن اليوم في ضيافة مشروع مميز وفي ضيافة كذلك صاحب المشروع الأستاذ عاشة السوقي. خلونا نشوف تفاصيل أكثر عن هذا المشروع. نرحب مع بعض مشاهدينا الكرام بصاحبة المشروع الأستاذ عاش السوقي. أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في فقرة المشاريع الشبابية. أهلين فيكم وحياكم الله عندي في الكافيه. تسلمين. في البداية قبل ما ندخل في تفاصيل هذا المشروع، خلينا في البداية نسلط الضوء على الفكرة، كيف دخلتي في هذا المجال وكيف قررتي أنك تخوضين هذه التجربة؟ خلينا نرجع شوية للبدايات. بداياتي كانت من 2009، كنت توني يعني يمكن شغلنا في البيت وكيف نسوي حلويات أو نطبخ حق الأهل أو الأصدقاء. وايد ناس من أهلي ومن الناس اللي حوالي قالوا لي ليش ما تدخليني كمشروع؟ نعم. فكانت البداية فقط من البيت وبس حق الأصدقاء. يعني كهواية كانت؟ كانت وايد بس هواية، وكانت بدايتنا يعني أنا يمكن هوايتي من عمري 9 سنين، أحب المطبخ وأحب أطبخ وكذا، فكانت كذا البداية. فبدينا قلنا يمكن بمنتج منتجين، شو اللي موجود في السوق، شو اللي إحنا نقدر نغيره. فدخلنا بالحلويات واللي هي كانت تشيز كيك، الميني تشيز كيك، وكانت على هاي الفترة مثل ما يقولون الهبة. اسم المشروع سويتوبيا، حتين أكثر عن هذا المشروع اللي له أكيد دلالات مميزة. هي طبعاً سويتوبيا كان هي كلمة إغريقية جاية من كلمة توبس اللي هي مثل الأرض الخيالية للشيء. فإحنا كنا مسوينا مثل الأرض الخيالية للحلويات. نعم. ومع الوقت يعني بحيث إن الواحد يبدع فيها أكثر. نعم. ويتخيل أشياء ثانية. فالحمد لله يعني مع الوقت ان سوى الاسم يعني قوي في السوق. ما شاء الله الاقبال، ما شاء الله، يعني اكيد بالفعل كان يمكن كبير. مثل ما ذكرتي توفرون اشياء مميزه للطلبه. خلينا شوي بعد نتكلم عن، ذكرنا شويه انه متخصص في الحلويات. هنا. وذكرتي انك دخلتي في مجالات ثانيه، خلينا نتكلم عن اللي يميز هذا المشروع عن غيره من المشاريع. أتوقع اللي يميزنا يمكن لأن كل شيء عندنا إذا ما كان 100% بيكون 95% يحضر في المكان نفسه. يعني ما نستخدم منتجات خارجية، إحنا نعرض بعض المنتجات الخارجية ولكن ما نستخدم وايد أشياء في المكونات الرئيسية مالتنا. فمن كيكات، من أشياء نقدمها للناس بشكل عام كلها تعد في المصنع الرئيسي. جميل. أو في المطبخ المركزي. ما شاء الله، يعني هذا التصميم المميز اللي نشوفه يعني تداخل، ما أدري هل في طابع معين أو فكرة معينة، رسالة معينة من خلال هذا التصميم. كيف تم اختيار هذا التصميم؟ وخلينا نتكلم بعد شوية عن المعدات وطاقم العمل، خبرينا عن هذه التجربة. طبعاً هو التصميم إحنا حاولنا أن نبرز شيء بسيط، ما بغينا نبالغ في التصميم، يكون مكانه شوي قريب من القلب. فاستخدام الخشب اليلد الطبيعي أو الخشب الطبيعي والرخام يعطي شوي انطباع بالهدوء في المكان. صحيح. من غير أن حاولنا شوي نعطي مثل ما يقولون طاقة إيجابية للمكان، أن حطينا كلمات إيجابية إذا بتشوفين. صحيح. على الأرض أول ما الشخص يدخل أنه لازم يبدأ بإيجابية. على اليدران، وإن شاء الله بعد في كلمات أكثر بنحطها، وبتكون في بطايق أن كل كسمر يدخل يقدر يطلع مثل كلمة اليوم أو شيء أنه يعطي طاقة بسيطة. ويصير يمكن في تفاعل بين الزبون والمكان نفسه، في ترابط. أشوف لوحة ما شاء الله يتم فيها تعليق البطاقات، خبرينا أكثر عنها. هاي حتى اليوم شوي مخففينها، كانت وايد متروسة. هاي اللوحة بحيث ان ما بس احنا اللي نقدم كلماتنا، احنا نبغى الكاستمر بعد يكلم غيره من الناس.
فلم سمتنا the wall of people يعني أو جدارية الناس، بحيث أن كل كاستمر والحمد لله يعني أنا كنت حاطتها كنية وفعلا شفت الناس جالسين يتبعونها يكتب جملة يعني حلوة أو كلمة حلوة للكاستمر اللي بيجي عقبه، فسوينا نحطه حتى لو اللي في خاطر كلمة يبغى يقدمها لشخص ثاني، فبتلاقين في كلمات حب بين المتزوجين بين الأصدقاء، في كلمات حب بشكل عام، فالكلام يعطي سبحان الله. أنا يوم أقرأ أخذ لي بعد طاقة إيجابية من الكلمات الناس، وهذا شيء حلو. يعني هي بمثابة التواصل الاجتماعي بين الموجودين وزوار المكان. بالضبط. خلينا شوي ننتقل لقائمة الطعام والمشروبات اللي تم تقديمها في هذا المشروع. احنا كان تركيزنا بشكل عام مثل ما قلت قبل ان كانت الحلويات، ولازلنا نحاول دوم نتميز بحلوياتنا. نعم. خاصه في المواسم ان كان شهر رمضان او المواسم الثانيه، فدوم نحاول ان ندمج بين الطابع الغربي بنكهات شوي شرقيه، ممكن فكرة تكون غربية بس احنا نقدمها مثل ما يقولون توسد او نغير فيها شوي بحيث انها تلائم بيئتنا. ومن غير حاولنا أن يكون عندنا قائمة المخبوزات من كل شيء، من كرواسونات عندنا وايد نكات منها، وايد بالبيف باستري وهاي الأشياء، قاعدين نقدم منتجات جديدة. من غير حاليا عندنا المنتجات الصحية، عندنا لاين كامل وبيزيد إن شاء الله مع الوقت من جرانولا والبروب، والجرانولا تحضر عندنا يعني ما نستخدم الجرانولا الجاهزه يعني، والحمد لله يعني من اكثر الاشياء الناس وايد قاعده تحبها عندنا. ومن غير مثل سلطات، حتى للسلطات ما نستخدم فيها مكونات خارجيه، كل الصلصات نحاول نسويها كامله في المحل فتكون وايد فرش. نعم. ذكرت انكم ايضا توفرون القهوه المختصه. اي نعم. خلينا شويه ندخل في هذه التفاصيل. القهوه المختصه طبعا يمكن السوق اكثر شيء يطلبها. نعم. السوق ما يقدر يتقبل القهوه التجاريه. خلاص يعني او انتهى سوقها. نعم. فلازم اذا بنقدم لهم قهوه نقدم لهم افضل شيء ممكن. نعم. بس احنا شوي حاولنا نتميز ان احنا ما قدمنا القهوه مالتنا من مثل ما يقولون سنجل اوريجن او لها بلاد وحده، حاولنا يكون عندنا مكس. نعم. من كذا دوله، وهذا اللي خلى قهوتنا شوي مميز عند الكاستمر، انه يقولون انها دائما ثابته يعني ما طعمها ما يتغير. فيكون ومحافظة على مرورته وحموضته في نفس الوقت. هذا على مستوى الخدمات التي تقدم داخل المحل، هل في خدمات أخرى تقدم في المناسبات مثلاً أو في المؤسسات والجهات الأخرى يعني في حال تم الطلب؟ حالياً إحنا الخدمات اللي نقدمها خارجياً أن كثير من الكافيهات البطلة جديد واللي ما يكون عندهم مطبخ مركزي قاعدين نعطيهم جزء من منتجاتنا، نشتغل وياهم في تصنيع المنيو الخاص فيهم من المطبخ المركزي، بحيث ان احنا بس مو بس نورد حق عمارنا يعني هنا. المطبخ المركزي حاليا يورد يمكن لاكثر من 7 اماكن في الدوله. في عندنا في ابو ظبي، في دبي كذا كافيه، وفي عمان كذا كافيه، وفي الشارجه بعد. فنحاول ان يعني لنهايه البعد داخلين في السوق جديد. نعم. وما عندهم مطابخ ويبون يعرضون منتجات. نعم. فنشتغل وياهم، ساعات بعضهم ياخذون نفس المنتجات اللي احنا نصنعها. نعم. وبعضهم يقولون لنا لا احنا نبغى منيو مميز او اشتغلوا لنا على نكات ثانيه. نعم. واحنا نوفر لهم هالشيء يعني وايد نكون مثل ما يقولون نعطيهم اللي يبون. نعم. من خلال تجربتك يعني ورحلتك التجارية في هذا المشروع، أكيد أنها تكونت لك خبرة مميزة حابة أنك تشاركين المشاهدين فيها، فما هي أساسيات نجاح أي مشروع ناشئ؟ أي مشروع ناشئ طبعاً لازم يكون فيه شغف. نعم. ما ينفع نبدأ شيء حسب الناس بادين أو لأن نقلد الآخرين أو لأن في وايد في السوق عندهم هالشيء، يعني إذا حد نجح يعني أنا بنجح، ها وايد يعني سياسة غلط، وللأسف قاعدين نشوف الآثار هالحين أن وايد ناس يبطلون إن كان في مشاريع الـF&B أو المأكولات ويقفلون بعدها بعد سنة أو سنتين.
فاحنا يعني الشيء اللي بقوله انه يكون للشخص شغف، لان المشروع عمره ما بيكون ماشي بخط مستقيم. نعم. وايد بيكون في ايام وايد بتفرح فيها، وفي ايام بيكون مثلا مبيعات بتنزل او في مشاكل او اشكاليات بتسوي. اذا الانسان ما عنده شغف ما بيقدر يستمر. نعم. وفي النهايه التجاره ربح وخساره طبعا. نعم. خلينا في النهاية نسألك عن مشاريعك إن شاء الله المستقبلية، هل في توسعات معينة، هل في خطط مستقبلية إن شاء الله؟ بإذن الله ناويين بعد بنقدم خدمات للإعراس إن شاء الله، يمكن عقب رمضان، وفي نفس الوقت بنحاول أن يكون عندنا تصميم منيوهات خارجية غير التصميم اللي احنا نسويه، اللي احنا نشرف عليه 100%. احنا ممكن ندخل بعد في تصميم المنيو متكامل حق مطاعم، بحيث انه يكون مع التدريب وكل شيء حق عمالها بإذن الله. ومن غير المنتجات الصحية بتزيد بإذن الله في الفترة الجاية بإذن الله. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله، من نجاح إلى آخر. ونشكر جزيل الشكر أستاذ عاشة سوقي، صاحبة مشروع سويتوبيا للحلويات والقهوة المختصة. إن شاء الله مشكورين وما قصرتوا في الزيارة. حياك الله. مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام فقرتنا الشبابية، وإلى مشروع شبابي آخر مميز انتظروا.